صباح الخير على اجمل مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك، ويسعدني ان انا اقول لكم ان النهارده باذن الله اول حلقه من حلقات الموسم الثاني من برنامج ابن حياتك بعد نجاح الموسم الاول من البرنامج. لذلك يسعدني ان يكون معايا في الفقره الاولى النهارده الدكتوره مينيرفا مكرم، دكتوره تجميل الاسنان وجراحات اللثه. صباح الخير يا دكتوره. صباح النور، اهلا وسهلا. وبرضه ما ننساش ست الكل، لذلك يكون معانا برضه في نفس الفقره الشيف محمد احمد اللي هيعمل لنا النهارده، نسمع منه ويعمل لنا. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا دكتور. هتعمل لنا النهارده يا محمد؟ هعمل ان شاء الله كريب. كريب؟ اه. كريب ايه؟ كريب شاورما فراخ. تمام. تعرفنا بالمقادير سريعا كده وقبل ما تبدا. ديت الفيليه. تمام. تمام. ودوت زيتون مخلي. ماشي. والفلفل والطماطم والكاتشب والمايونيز والعيش. تمام، اتفضل نبدا. تمام، اتفضل شباب. مرجوعنا طبعا للدكتوره مينيرفا. دكتوره مينيرفا، حضرتك احنا بنسمع عن الابتسامه اللثويه، مشكله بتقابل كتير مننا، بس احنا يعني طبعا جمهور كتير او ناس كتير ما تعرفش ايه هي الابتسامه اللثويه، لو حضرتك ادينا فكره عنها. الابتسامه اللثويه، الابتسامه اللثويه دي لما الشخص بيضحك جزء كبير من ابتسام من لثته بتبان، وده المفروض ان هو ما يحصلش اصلا. المفروض ان احنا لما بنبتسم سناننا بس بتبان، ومثلثات اللي بين الاسنان اللي هي المثلثات اللي لونها بينك اللي هي بتاعه اللثه هي اللي بتبان، وواحد لاتنين ملي بس فوق الاسنان هو اللي المفروض يبان. اكتر من كده بنعتبرها ابتسامه لثويه. مشكله ان الابتسامه اللثويه دي يعني بتخلي شكل الابتسامه مش كويس حتى لو الاسنان حلوه جدا، لان تعتبر اللثه دي برواز للابتسامه. يعني انا بروزها حواليها، فطبعا جزء كبير من الابتسامه بتاعتي بيبقى ليها يعني اللثه بتاعتها بتعمل شكل جميل كتير قوي مع الابتسامه. تمام. طيب ايه هي بقى اسباب الابتسامه اللثويه؟ هي ليها كذا سبب. اول سبب ان اللثه نمت اكتر على السنه بتاعتنا وغطت جزء كبير من التاج بتاعها. يعني احنا السنان بتاعتنا عباره عن تيجان وجذور، فالمفروض ان الجدر ده مستخبي تحت اللثه والعظم، لكن التاج هو اللي بيظهر جوه بقنا. ما ينفعش ان انا اغطي الجزء ده باللثه، ففي ناس اللثه بتاعتهم بتنمو تروح مغطيه الكراون ده او التاج، فبتخلي السنه قصيره وحجمها صغير وشكلها مش لطيف. ففي الحاله دي احنا بنعالجها بحاجه اسمها قص لثه. يعني بشيل الجزء اللي باين ده، بحدد قد ايه الجزء مستخبي تحت اللثه، بقصه وبخلي الشكل يعني او حجم السنه الطبيعي يظهر، وده طبعا بيدي شكل حلو جدا. تاني سبب ان العضله اللي بتشد الشفه اللي فوق بتكون قويه جدا لدرجه ان هي بتشد شفتنا جدا لفوق، فتبين اللثه بتاعتنا. في الحاله دي عندنا حل من اتنين، يا اما بنحقن بوتوكس طبعا بيخلي العضله دي قوتها تقل وتنزل، او بنعمل حاجه جراحيه اسمها اعاده وضع اللثه. طبعا هي سهله جدا، ما بتاخدش يعني 15 دقيقه، ويعني سهله مش بتعمل اي مضاعفات خالص. تمام. وتمام، بتكون طبعا الحاله تمام. طب ده بيتعمل مثلا يعني مثلا الاطفال ولا في سن معين مثلا؟ يعني العمليات ديت او التجميل ده بيتطلب سن معين مثلا؟ لا يعني مش بيتطلب سن معين، بس 16 سنه يبقى سن كويس لكل حاجه في الاسنان عامه يعني. تمام. انا عشان بس اللي يلاحظ ان ابنه عنده مشكله في الموضوع ده، او انا ازاي انا اعرف ان ابني عنده ابتسامه لثويه؟ يعني انا ازاي هو لما يضحك كده احنا بنشوف اللثه باينه قوي. يعني انا اكتر من المثلثات اللي هي بين الاسنان وواحد لاتنين من اللي فوقها كده بعرف ان الشخص ده عنده ابتسامه لثويه. بس في طبعا اسباب تانية ليها، ان مثلا الشخص يبقى شفته رفيعه جدا فبرضه باين. ممكن نحقن فيلر. الناس طبعا بتسمع كلمه فيلر بيجي في دماغها الشكل الفيك او الشفايف الكبيره جدا، وهي ولا اي حاجه من دي. لا، احنا بنعدل بيها بس الكونتور الطبيعي بتاع الشفه اللي المفروض يبقى فيها الشخص، يعني علشان تغطي الموضوع ده. في ناس عندها كل المشاكل دي، عندها العضله قويه جدا، عندها اللثه مغطيه على الاسنان، عندها شفتها صغيره. طبعا بنعمل معاهم كل الحاجات اللي انا ذكرتها قبل كده. طب يعني شغلنا كله بيبقى في اللثه ولا بنعمل حاجه في الاسنان؟ لا لا، كله في اللثه، ما بنقربش جنب الاسنان خالص، ودي حاجه كويسه. هي المشكله ان الناس يعني مهمله لثتها جدا، مع انها حاجه مهمه قوي وجزء كبير من الابتسام. الاهمال موجود بطريقه فظيعه يعني بصراحه في الاسنان، سواء الاهتمام بالاسنان بغسيلها او بال لا لا، هم بيفتكروا ان هم عشان يجملوا اسنانهم هم بيعملوا الاسنان بس، لكن طبعا اللثه ليها عامل كبير قوي. يعني الموضوع كله بيتوقف على اهم حاجه في الاسنان او في تجميل الاسنان، اللثه. ده مع ده نفسك. يعني الاسنان واللثه مهمين جدا ان انا اعملهم مع بعض عشان اخلي الشكل حلو. انا مش هجمل اسناني بس او اجمل لثتي بس، لا، الاثنين مع بعض.
يعني الشغل بيبقى مع حضرتك على الاثنين بالظبط، بتشتغل على اللثه والاسنان بس اللثه اكتر. اللثه اكتر. تمام. طيب احنا ممكن نعرض مجموعه من الصور لو جاهزه يا جماعه نعرضها والدكتوره تشرح لنا عليها. تمام تمام. طيب ايه بقى حضرتك مشاكل تصبغات اللثه ديت؟ يا ريت ان احنا مثلا نعرف، الناس بتلاقي لثتها سودا داكنه او بني او كلام من ده، فاحنا عايزين نعرف ايه الاسباب بتاعت الموضوع ده، او يعني ايه سببها، او ازاي ان احنا يعني ادينا فكره عنها حضرتك. تمام. التصبغات اللثه دي بتكون حاجه طبيعيه جدا، الناس فاكراها حاجه مرضيه، او كل شويه يقول يا دكتور انا ليه لثتي غامقه كده، هو ايه اللي حصل؟ انا ممكن يكون هو كده من زمان بس هو لسه واخد باله منها في المرايه، بص كتير فشافها ويفتكرها حاله مرضيه او يفتكر عنده مشكله ما، بس هي ولا اي حاجه، هو زي بشرتنا بالظبط. في ناس سمراء فلثتها غامقه، في ناس بيضه فلثتها بينك، يعني عاده الناس السمر كل ما درجه سمار بشرتهم يكون اغمق سبحان الله لثتهم برده بتكون اغمق. طول ما هم بشرتهم فاتحه بتلاقي اللثه لونها بينك فاتح وشكلها حلو. طيب. علشان نحلها ده اجراء سهل جدا جدا اكتر من الفات كمان، ان احنا بس بنعمل كحت بسيط قوي. طيب. للثه الغامقه دي، وبعدها على طول بنلاقيها. نشوف الصور وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. حضرتك الصور قدام حضرتك اهي. تمام. دي الابتسامه اللثويه. تمام. بص في جزء كبير من لثتها باين، المفروض ان هو ما يبانش خالص. تمام. فده بعد ما نقص اللثه بتاعتها بيكون عندنا الشكل. يعني ده يا جماعه المتنجة. الشكل اللي على اليمين، الصوره اللي على اليمين دي الشكل اللي قبل العمليه بالزبط. او قبل الجراحه، والشكل اللي على الشمال ده بعد الجراحه. بعد الجراحه. تمام تمام. طبعا ما بتاخدش 10 دقائق، هي سهله جدا يعني. يعني مش عمليه جراحيه بالمعنى المعروف. لا لا خالص، سهله قوي قوي، ما بتاخدش 10 دقائق حرفيا وما بتتعبش. حضرتك بتبداي تعملي ايه بقى طبعا بعد كده؟ ده بالنسبه للتصبغات اللثويه. التصبغات اللثه بص لثتهم هنا بتكون غامقه قوي وعليها. تمام. لون داكن، بس بنعمل كحت يعني لا يذكر، وبنلاقي بقى الشكل البينك اللي هو زي النحن. مثلا زي تنظيف الجير او عمليات تنظيف الجير، ولا ده بتختلف؟ لا تنظيف الجير بيبقى بين الاسنان وبين اللثه في زي، انا اقصد نفس ترسبات جلديه مثلا، نفس مثلا العمليات او نفس عمليه تنظيف برضو مش اكتر بالظبط يعني يعتبر. ودي برضو مجموعه من مشاكل ايه بقى؟ دي لسه هنتكلم عليها، دي حاجه اسمها هول سمايل، يعني لسه هنتكلم عليها دلوقتي. طيب كمل لنا حضرتك كلامك عن التصبغات اللثويه، هل الموضوع ده له علاقه مثلا بالجماعه المدخنين زياده او كلام من ده، ولا هو ممكن يكون يبقى موجود في طبيعه الانسان نفسه زي ما حضرتك قلت اتكلمت دلوقتي؟ بالظبط. بص التدخين والحاجات دي بتاثر بس تاثير بسيط جدا، وعاده بيكون بتعمل التهاب، يعني التدخين بيعمل لي التهاب بيخلي اللثه بدل ما هي بينك لا هي بيخليها حمراء من كتر الالتهاب، لكن مش بيسبب تصبغات سوداء قوي في اللثه، لا الحاجات دي طبيعيه طبيعيه زي لون بشرتنا بالظبط، حاجه يعني مش يعني التدخين ممكن ما يبقاش له علاقه بموضوع التصبغات اللثويه. لا 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 التصبغات اللثويه ما لهاش اي سبب. انت دايما تقول انت بتدخن كتير، عرفت منين؟ عرفت من اللثه بتاعتك، عرفت ان اسنانك صفراء ومش عارف ايه، وعرفت من اللثه بتاعتك. خالص خالص يعني ده ممكن يكون شيء طبيعي. بس هو شيء طبيعي ده اكيد. مش ممكن يعني الواحد يبقى اسنانه اللثه بتاعته داكنه قوي كده لدرجه السواد، ممكن توصل للسواد؟ السواد الناس السمر جدا جدا سبحان الله، دول لثتهم سودا بتلاقي اسنانهم بيضاء فعلا بتلاقي اسنانهم بيضاء سبحان الله. تمام. طيب طبعا اكيد لها حل، عايزين نعرفه. هي زي ما قلنا ان احنا بس بنكحت الجزء الصغير بس اللي هو اول طبقه خالص في اللثه، بس بنلاقي بقى الدنيا كلها بقت لونها بينك. ده ميلانين، بس ميلانين زايد قوي عندهم زي بشرتهم، فبس اشيل طبقه البلانين دي بلاقي الطبقه تحتها لونها بينك فاتح وشكلها حلو قوي، اسمها توريد لثه يعني. يعني جراحات اللثه دي ما مش عمليات معضله زي ما مثلا او الناس تخاف منها او كلام من ده يعني؟ خالص خالص، سهله جدا يعني. اللي هي قص اللثه دي بتاخد مثلا 10 دقائق ل 15 دقيقه، والتوريد اللثه ده في 5 دقائق يعني، ولا اي حاجه خالص. طيب تمام. شوف طيب يا جماعه الصور معانا، حضرتك تقدر تكلمينا عنها الصور دي؟ دي برضو اللي هي الابتسامه اللثويه. بصوا باينه ازاي، يعني باين كل اللثه تقريبا طبعا ده باينه كلها بره. ممكن دي تعمل فيلر بس بسيط في شفتها عشان تزيد، وكمان نقص حته من اللثه، يعني ان احنا مثلا نشتغل على الشفه وده المفروض على الابتسامه اللي المفروض ان احنا عايزين نوصل لها، ان احنا بس مثلثات اللي بين الاسنان دي هي اللي تكون ظاهره عندنا، واحد واتنين ملي ممكن مسموح بيهم ان هم فوق. تمام. الاسنان ويبانوا. طب بالنسبه للفيلر ده بيستمر قد ايه في الاسنان، ولا له مده معينه بيروح؟ طبعا بيروح الفيلر، بيروح من لحد 9 شهور لسنه يعني.
دي مده الفيلر بنعيده تاني. بس طبعا الجراحات اللي انا قلت عليها دي تقريبا تعتبر دايمه يعني، بس طبعا ما بيبقاش فيها اي اثار جانبيه او كلام من ده طبعا خالص خالص، ولا اي حاجه خالص، مش اي مضاعفات ولا أمنة اي يعني. امنه جدا. وبيبقى في علاج طبعا بعد كده بيستمر معاه، ولا مجرد الجراحه بس وخلاص على كده؟ في علاج بقى مستمر ولا اي حاجه؟ هو بيعمل الحاجه دي وخلاص على كده، لو رجعت لا قدر الله بيجي يعملها تاني، لكن ملهاش اي مضاعفات، مفيش اي علاجات ولا حتى بيحس بحاجه. ده يمكن ممكن يحتاج برشامه مسكن بسيطه، وفي ناس كده ما تحتاجش اي حاجه خالص. طيب احنا سمعنا عن حاجه اسمها ابتسامه هوليود المتحركه، تمام. يعني حضرتك لما اتكلمت معاكي وعرفتاني ابتسامه هوليود المتحركه، انا عن نفسي اول مره اسمع بصراحه ابتسامه هوليود المتحركه، فاحنا يا ريت طبعا اكيد حضرتك تكلمينا عنها باستفاضه شويه او نعرفها. تمام. ابتسامه هوليود المتحركه دي بتكون تركيبه تجميليه، بس الحلو فيها ان هي سعرها رخيص جدا مقارنه بالفينير او بابتسامه هوليود الثابته. يعني لو جيت اقارنها مثلا بالعدسات التجميليه او الفينير، بلاقي ان سعرها طبعا لا يذكر، بثمن سنه تقريبا واحده. بس هي مشكلتها ان هي مش ثابته ببقي، يعني انا مش لابسها على طول، لا انا بضطر البسها مثلا واشيلها تاني. امتى اشيلها؟ يعني لو انا هاجي اكل، ما ينفعش اكل بيها حاجات ناشفه، ممكن اكل بيها كيك، عصاير، حاجات بارده. شكلها حلو جدا، ده يعني الكويس فيها ان انا مثلا لو انا بلوجر مثلا او بطلع في الكاميرات كتير، محتاجه دايما اسناني تكون كويسه، بلبسها. الحلو فيها ان انا كمان بغير لونها مثلا للون اللي انا عايزاه. انا مثلا عايزه اعمل هولد سمايل دي بيضه جدا مثلا، مع ان مش بفضل البياض الناصع، بس بحب في عينين كتير بتطلب الابيض قوي. هي موجوده معانا على الشاشه التركيبه. بالظبط، يعني انا لو اسناني صفرة زي كده بعمل التركيبه دي باللون الابيض مثلا، بعدل شكل السنه لو سنتي قصيره مكسور منها حاجه، في سنه مخلوعه كمان بتعوضها، بس طبعا بتعوضها كشكل جمالي زي كده، كشكل وليس وظيفه. يعني اول ما هتشيل التركيبه دي خلاص هنلاقي طبعا سنتها الطبيعيه ظهرت، او الصفار اللي احنا شايفينه ده باسنانها. طيب هو الموضوع في، انت عارفه حضرتك ان احنا بننسى، الشعب المصري بينسى، ويعني وفي اهمال برضه زي ما احنا بنقول، في عندنا شويه اهمال. لو انا كنت وانا مركبها عادي، او انا نمت وانا مركبها، او شربت شاي، شربت قهوه، حاجات من ديت، هل بيبقى لها تاثير على منظر التركيبه؟ يعني هي للاسف ضعيفه لدرجه ان هي ما تستحملش مثلا انا قاعده اكل وجبه ستيك مثلا حاجه زي كده، لا طبعا ما تستحملش، هي كل اخرها كيك وحاجات طريه قوي قوي، علشان لو انت مثلا في مناسبه قدموا لك كيك. مش لا الكيك قوي. الكيك ده حضرتك عارفه ما يمشيش هنا في مصر. فللاسف هي دي عيوبها. بس هي كمقارنه ان انا عايزه مثلا هولي سمايل بس مش قادره ادفع الرقم الكبير ده، بعملها. والحلو كمان ان انا مش بحتاج ان انا اغير اي حاجه في اسناني ولا برودها، زي مثلا التركيبات الثابته بحتاج ان انا اشيل مثلا او احضر نص ملي من عدسات السنه، لا ده بسيب سناني زي ما هي بالظبط وبركب التركيبه دي. تمام. طيب هنستاذنك نروح للشيف. تمام. وصلت فين يا محمد كده؟ عرفنا عملت ايه؟ الفلفل وظبطت الحاجه ونزلت الشاورما على النار ونزلت العيش على الفلفل. تمام. والعيش يعني اول ما اخلص الشاورما بتاعتي ابقى جاهز على الشاورما، انزل الطاسه التيفال بتاعتي واحط على العيش. طبعا الحاجات دي ما بتاخدش وقت يا محمد. لا ده هي مجرد بس كلها يعني 10 دقايق الا بالكتير، مجرد ما تقطع الحاجات وتظبط دنيتك وتقوم منزل حاجه على طول على النار، مش هتكمل على طول. طب يعني يا جماعه طلع الكريب ده موضوع سهل، ممكن الواحد يعمله في البيت عادي، الموضوع مش صعب. امال احنا حاسين دايما ان الكريب صعب؟ لا لا، عشان انت بس بعيد عنه، انت لو دخلت في المجال دوت هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. تمام. هنروح للدكتوره ونرجع لك. اتفضل. رجعنا لك تاني يا دكتوره عشان نعرف هل ابتسامه هوليود طبعا ديت لها عيوب؟ اكيد كل حاجه بيبقى لها، طبعا طالما حاجه صناعيه اكيد بيبقى لها مزايا ولها عيوب. زي ما قلت لك، هو الشخص لازم يحافظ عليها كويس جدا، ان هو ما ياكلش الحاجات الناشفه عليها، وطبعا انه مش بعرف البسها دايما. يعني انا لو قدموا لي اكل ناشف انا هضطر ان انا اشيلها قدامه، ودي حاجه مش بتبقى لطيفه يعني. بس غير كده طبعا هي ممتازه يعني. بس خد بالك حضرتك، انا اول ما سمعت ابتسامه هوليود فكرت ضحكه معينه يعني في الجماعه بقى السينمائيين في هوليود. لا 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 خالص، ابتسامه هوليود دي بيعملها كل الناس يعني. لا هي احنا فهمنا من الكلمه ان هي ابتسامه ضحكه، مش ابتسامه تركيبه. لا 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 تركيبه. لا بنسهل على الناس الاسامي علشان ما تبقاش صعبه يعني. لا يعني كده الواحد لما يجي العياده مثلا تقول له ابتسامه هوليود ببقى عارفه هو عايز ايه. لا ما يصدقش بقى، مش ابتسام ده تركيبه. تركيبه للاسف. طيب احنا دايما الاطفال تلاقيهم دايما اسنانهم ضعيفه وكلام من ده زي ما حضرتك فاهمه، ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تديها للامهات على اعتبار ان الاسنان ديت، لان بيبقى لسه الطفل اسنانه ناشئه زي ما حضرتك فاهمه، الطفل دايما اسنانه كلها واقعه. اوكي.
الام لازم طبعا تغسل اسنان اطفالها من قبل ما تظهر. يعني لو انا عندي رضيع بعد ما يرضع مثلا او يشرب اللبن، بجيب قطنه كده عليها حته معجون اطفال. يعني الناس طبعا بتسمع الكلمه دي، ازاي يا دكتور وانا ده طفل ازاي احط له معجون؟ هو هيبلعه مش هيبلعه؟ انت هتحطي نقطه صغيره جدا على قطنه وتمشي بس على اللحمه بتاعته، يعني اللحميه بتاعته كده قبل ما السنان تطلع. وكل اول ما السنان تطلع برضه افضل امسح السنه كده اول باول بعد كل رضع او بعد كل حاجه ياكلها، لان لما بيناموا هم في بقهم لبن مثلا ده بيعمل تسوسات كتيره جدا. حتى بتلاقي الامهات تيجي تقول لي هو ازاي صغير كده واسنانه سوست، ده ما فيش كالسيوم في جسمه، ده مش عارف ايه. بتكلم في كده حضرتك، دايما تلاقي الطفل لسه صغير وتلاقي اسنانه كلها واقعه وسمره ومسوسه، ده اهملها من الام جدا. بتسيب الببرونه في بقه طول الليل وعمال يشرب في لبن واللبن بيركن على السنان، دي حاجه مش صح خالص يعني. بس تاني حاجه ما تقعدش تقول لك ده الكالسيوم، قولي انت بتجيبي لي كالسيوم، لا هي السنان خلاص اتكونت. الناس اللي مش فاهماه ان السنان الكالسيوم اللي كنا محتاجينه عشان تتكون هو كان زمان وانا حامل فيه، انما بعد ما خلاص اتولد لا انا مش هديها كالسيوم سنانه هتقوى، لا مش الكلام ده. اشربي لبن كتير سنانه هتقوى، مش الكلام ده خالص، هي اتكونت خلاص يعني ما مش هتقوى. يعني الكالسيوم ملوش مناسبه بعد ما الطفل يتولد او ما خلاص ما بعد ما السنان تتكون خلاص. اصل انت تروحي يقول لك ايه لا اديله كالسيوم على طول عشان اسنانه وكلام من ده، يعني تروحي تكشفي على الطفل يقول لك لا اديله كالسيوم كتير عشان خلاص خالص. ممكن ده له اثار جانبيه على سنه الطفل، يعني ممكن لما اديله كالسيوم عشان اسنانه ياثر عليه اصلا. ممكن لو كتر جدا، لو كتر قوي وبجد بيعمل مشكله يعني. بس هو دكتور الاطفال هو اللي بيكتبه على حسب شايف في التحاليل بتاعته هو محتاج كالسيوم ولا لا، بس كاسنان لا. طب ايه المشاكل الثانيه اللي ممكن تقابلنا في اللثه يا دكتور؟ الرواسب الجيريه دي اكتر حاجه بتقابلنا في الاسنان. يعني دايما الشخص يجي يقول لي دكتور انا اسناني بتنزل دم كتير قوي، انا كل ما اغسل سناني تنزل لي دم كتير. اللي بيحصل انا ما عنديش حاجه في سناني، انا بغسل سناني كتير. طبعا هو اللي مش واخد باله منه ان سنانه كلها جير، حتى لو مش باين في المرايه هو الجير بيجي يستخبى تحت اللثه بين السنان واللثه. تمام. فده بيخلي اللثه كل شويه تحتك في الجير ده، فتروح متعوره ومنزله دم، فده سبب نزول الدم الكتير. تاني حاجه الرائحه الكريهه برضو بيعمل طبعا رائحه مش ريحه مش كويسه يعني في البق، بتعمل مشاكل كتيره جدا. حمار في اللثه طبعا شكلها دايما وارم ومحمره، ده برضو سبب الرواسب الجيريه. فاحنا الاهتمام الكويس بان انا كل 6 شهور اروح عند دكتور الاسنان انضف جير ولمع اسناني علشان احافظ ان انا ما يترصبش حاجات تانية فوق البعض، لان هو وانس ان هو خلاص اترصب الفرشه مش هتشيله. يعني انا مش معنى انا عمال اغسل واكحت في اسناني ان انا كده خلاص هشيل طبعا طبقات خلاص اتكونت فوق بعضها. بالظبط، لازم الدكتور هو اللي يعمل لها كحت، بعد كده انا بقى استمر اعمل مينتيننس للموضوع ده، ان انا افضل اغسل اسناني كويس قوي واهتم بيها علشان ما تتكونش تاني. بس تكونش طبعا بنسبه يعني احافظ عليها على قد ما اقدر. تمام. بس تاني حاجه السجاير طبعا والتدخين والحاجات دي بيعمل التهاب جامد قوي في اللثه، بيضعف الاسنان ويضعف الاسنان. انا ممكن سناني تقع بسبب التدخين مثلا وشرب الكحوليات وكلام من ده. طبعا انا لما بعمل كده كتير اللثه عندي زي ما قلنا بتلتهب قوي، بيترصب جير، فبتروح اللثه دي علشان اول ما بتتعور كتير قوي بتنحصر. تلاقي ناس عندها اللثه انحصرت لتحت كده والعظم بينحسر معاها، فالجذور ابتدت تبان، يعني جذور سنتي ابتدت تبان. طبعا دي بتعمل حساسيه جامده قوي. تاني حاجه مره هلاقي السن دي خلاص دابت لان العظم نزل واللثه نزلت والسنه ابتدت تقع. هو دايما حضرتك تلاقي المدخنين يقولوا ان هم الجماعه دول اكتر عرضه لان اسنانهم دايما تقع وبيفقدوا اسنانهم بسرعه. بالظبط، بسبب اللثه اللي التهبت جامد من كتر التدخين اللي عمال يدخل طبعا جوه اللثه ويلهبها. زي الاصفرار برضو اللي بيبقى على الاسنان ده حضرتك، ده برضو سبب التدخين ولا ده ممكن زي موضوع التغبطات اللثويه والكلام من ده؟ فعلا ده ليه جزء كبير. الناس اللي بشرتها غامقه بتكون لثتها سنانها قصدي كمان مش فاتحه قوي، فيعني حاجة طبيعية. بس طبعا التدخين طبعا بيغمق السنان جدا وبيحط عليها صبغات كمان، هي والقهوة بتلاقي حاجات نقط سودة كده أو خطوط سودة كده ماشية على السنة. يعني دايما لازم عناية بالأسنان من متابعة برضو مع دكتور الأسنان، مش مجرد الغسيل مثلا، مش مجرد الغسيل بالمعجون او كلام. بالظبط، لا لازم اتابع كل 6 شهور ازور دكتور الاسنان يشوف لي صحه اسناني، ولو سوست ولا حاجه وانا مش شايفها في المرايه عاده ده مش بيحصل، هو برضو الدكتور بيقول لك عليها يعني. وطبعا غسيل الاسنان لازم يكون بالطريقه الصحيحه،
مش زي ما احنا بنشوف في التلفزيون بيروح مالي الفرشه معجون ويفضل ماشي ويفضل ماشي كده شمال يمين. ده طبعا غلط جدا، يعني انا ما ينفعش ان انا افضل اغسل اسناني كده واجحد فيها جامد. لا، انا بختار فرشه ناعمه، يا اما سوفت يا اما ميديوم. نبعد خالص عن النوع الهارد ده، مش كويس. ما تقولش ان كل ما انا بجحد جامد كل ما انا بغسل اسناني كويس، ده غلط تماما. انا كده بعمل تعرجات في الاسنان وجروحات بتخلي ان بالعكس بتخلي ان الجير يثبت اكتر على السنان. اجي اكل تروح شابطه الحاجات في التعرجات اللي انا عملتها دي، عشان هي كانت صفحها املس وانا جرحتها خالص بسبب التنظيف الزايد. زي اللي بيعمل حاجه وبيخليها بتخشن او بيخشنها يعني. بالظبط، ومش منظف كده شمال يمين زي ما انا قلت، لا انا بفتح بقي بنظف من فوق لتحت، بشيل الاكل كده وبشيل الاكل كده، ونقطه معجون قد عول الصباعي مش اكتر يعني. ما نغرقهاش، مش محتاجين كل ده خالص. في مصر. لا مش الدرجه دي بقى. لا في ناس فعلا يعني. طب هل هو في ممكن محاليل معينه او حاجه معينه، ان انا مثلا معلش انا مثلا مش قادر ان انا اروح للدكتور اتابع معاه، تمام؟ في حاجه محلول معين او حاجه معينه ممكن انا استخدمها في البيت لتبييض الاسنان او اللثه او كلام من ده، ولا لازم تدخل الجراحي؟ لازم الدكتور يعني يعمل الحاجه دي، لازم. غير ان انا لو عايزه ابيض او اي حاجه لازم الدكتور اللي يقول لي ايه نوع التبييض اللي انا هستخدمه او اللي انت تستخدمه لي. وانا لو عايز يعمل حاجه اسمها هوم بليتشنج او تبييض منزلي، انا اللي بختار بالظبط تركيز الجل المبيض ده، وانا اللي بختار كل حاجه وبديه له. مش بجيب اي حاجه من الصيدليه او اي مكان واروح انا ابيض سناني في البيت. لا، في سنان حساسه جدا ما تستحملش التركيز ده. بس فكل حاجه لازم الدكتور اللي يعملها. انا بس في البيت مطلوب مني ايه؟ ان انا احافظ على الغسيل المستمر مرتين في اليوم، ده يعني مينيموم، علشان ما يترصبليش اكتر بقى. لا، احافظ على الدكتور عامله. بس دايما تلاقي اللي حشو عصب، يعني لو حضرتك برضه تدينا فكره عن حشو العصب وكلام من ده لو حضرتك. تمام، اوكي. فكره وحشو العصب طبعا دي حاجه علاجيه مش تجميل خالص. ده لما السنه انا بهمل فيها مثلا، هي سويت السوسه صغيره اتكسر منها حته وانا قاعد، مش مهم دي سوسه صغيره دي مش هتحصل منها حاجه. لا طبعا، انا السوسه دي بتفضل تكبر تكبر تكبر. حتى لو انا بغسل اسناني ما بتقفش، لا السوسه بتفضل تكمل لحد ما تدخل على العصب. اول ما السوسه دي بتخترق يعني الطبق اللي قبل العصب على طول، بتعمل لي التهاب جامد جدا في العصب، وتضطر البكتيريا تدخل بقى جوه العصب وتعمل لي خراج بعد فتره لا قدر الله. وده بيحتاج ان انا طبعا لازم احشي حشو عصب، لازم اروح للدكتور واحشي حشو عصب. طبعا حشو العصب يعني اجراء مش سهل طبعا مقارنه بالحشو العادي. يعني انا لو سنيتي سويست بس ورحت لحقتها كان زماني حشيت حشوه صغيره وخلاص ومشيت الدنيا. بس انا كل ما باخر اكتر كل ما بضطر اعمل عمليه اكبر. اكيد طبعا، كل ما بتاخر الحاجه كل ما يعني كل ما بالظبط كل ما بتدفع فلوس اكتر كل ما العيان يعني يحتاج جلسات اكتر. يعني المرحله بتسوق اكتر. بالظبط. طيب ايه اصعب الحالات اللي قابلت حضرتك في بالنسبه لمجال شغلك في الجراحات التجميليه؟ يعني ايه اصعب حاله دخلت على حضرتك كده يعني كانت تعتبر متهالكه خالص؟ لا، هو كان في واحد عنده ورم كده في لثته، ورم حميد يعني، فاحنا كنا بنشيله. طبعا كان موجود في الناحيه اليمين، كان كبير قوي فوق هنا، وكان مغطي بقى على اللثه خالص يعني السنان خالص، يعني السنه يا دوبك باين منها، يمكن هي اللي باين منها واحد لاتنين ملي. وطبعا ورم رهيب قوي من بيحصل طبعا في اللثه، اورام كتيره طبعا خبيثه ربنا يبعد عنها، وحميده وحاجات كتير قوي. فهي كانت حاجه منهم، واحنا بنشيلها طبعا كان شلنا كميات لثه كانت كبيره قوي فعلا. يعني ده تعتبر اصعب العمليات اللي قبل حضرتك، او يعني مش الاصعب يعني اللي اكتر حاجه كانت متهالكه خالص وكانت الحاله مزداده سوءا يعني. ده فعلا. وطبعا الاورام دي بيزيد جدا مع التدخين، يعني الناس اللي يعني بيدخنوا عرضه اكتر ان هم يجي لهم اورام زي دي. اورام دي يعني طبعا ممكن تيجي برضو تلقائي كده عادي يعني، تفهم ازاي حضرتك؟ ولا طبعا الاورام ملهاش اي سبب. انا بقول ان هي دي زي عوامل مساعده، بس التدخين عامل مساعد بس مش حاجه اساسيه. لا، في شخص عمره ما شم ريحه السجاير، عارف عمره ما شمها فعلا، وبيجي له ورم يعني. والله يا حضرتك يعني احنا استفدنا معلومات كتير من حضرتك من خلال لقائنا مع حضرتك. ويعني حضرتك تنصحي بقى الناس بشكل عام في مجال تجميل الاسنان وكلام من ده، نصايح عامه طبعا للامهات بالنسبه لاطفالهم للناس عموما كده؟ تمام. نغسل اسناننا كويس جدا جدا جدا، غسيل الاسنان ده اهم من كل حاجه. في الطريقه اللي حضرتك قلتيها بالظبط، الطريقه اللي انا قلتها. نحافظ على اسنان اطفالنا ان احنا نغسلها، ما نديهمش حلاوه كتير قوي طول اليوم، خضار وفاكهه كتير ده بيغسل الاسنان.
اكشف كشف دوري على اسناني، ولو حسيت باي حاجه متغيره في اسناني على طول بروح لدكتور الاسنان. بس كده، مش كل حاجه بقى في التجميل اجري وراها، مش كل تمام. حاجه ده عملها يبقى انا ينفع اعملها. بحد مثلا ده عمل مش عارف ابتسامه ما اعرفش ايه، انا عاوز زي ده. مش كل الناس بتمشي معاها نفس الحاجه، مش كل الناس انت اللي تقرر على نفسك انا هعمل ايه. لا، الدكتور هو اللي بيعرف بالظبط انت ايه الحاجه اللي انت محتاجها، تسمع كلامه هو انت وهو بتوصلوا لحل وسط بيكون مرضي للجميع يعني. طيب احنا اخر سؤال بقى مع حضرتك، مع يعني مع حضرتك، تقويم الاسنان تابع للجراحات التجميليه ولا؟ لان في ناس كتير بتعاني من حكايه تقويم الاسنان ده، بعد ما بتشيله بتلاقي فراغات في اسنانها وترجع في مشاكل بالنسبه لها تاني في حكايه تقويم الاسنان دي. تمام، تقويم الاسنان هو طبعا مش حاجه جراحيه عامه، في منها جزء جراحي بس ده جراحه وجه وفكين. بس التقويم العادي اللي احنا بنحطه اللي هو البريسز ده، ده بيكون حاجه مش جراحيه خالص. بعد ما بنخلص المدة العلاجية اللي الدكتور عملها لنا، سنة بتقفل او لو هي مثلا راكبة على بعض وفيها ازدحام هو بيرصها تاني بتبقى كويسة قوي. ليه الحاجة دي بترجع تاني؟ بسبب العيان. العيان بيديله حاجة اسمها الريتينر، هو مش بيلبسه يعني. تمام. الدكتور خلاص بيخلص له بيعمل له حاجة كده بتحافظ على الشكل اللي هو عامله، المفروض يلبسه طول حياته تقريبا. في ناس، في دكاترة بتكتبها سنة ونص، بس انا عن نفسي بشوف ان هي لما تبقى مستمرة مدى الحياة انت بتحافظ عليها، وهي حاجة شفافة جدا كده يعني، ممكن تنام بيها، تقعد بيها في البيت، لما تيجي تخرجي شيليها، هي كده كده مش طب باينة امال اصلا بالنسبه يعني. للفراغات الواسعه دي بتبقى ايه المشكله بتاعتها، او بتظهر ليه بقى الفراغات اللي بتبقى واسعه بين الاسنان بعد التقويم؟ بعد التقويم هو اصلا بيبقى عنده فراغات قبل كده، تمام، تمام. وبعد ما بيقفلها له الدكتور ما بيمشيش على البتاع اللي هو قال له عليه متابع يعني. عليه على ما نظام بيقول له متابع ركبها ما بيركبهاش، لا انا خلاص سناني بقى شكلها بقى حلو كويسه. فبيكسل. زي واحد مثلا يجي لي وارم واودي له علاج يخف، طب تعالى كمل العلاج، مثلا الحاجه اللي انا هعملها الاجراء اللي انا هتدخل فيه، لا هو خلاص اخد العلاج مش جاي تاني. فلا لا، لازم طبعا ان انا البس الريتينر دي علشان لا يحصل لي الفروقات دي تاني ولا اي حاجه من لغايه ما دي. الدكتور هو اللي يقول لي شيلها مثلا، او في بالظبط، الميعاد لازم المعين. الدكتور اللي يقول لك امتى تشيلها. احنا النهارده دكتوره بنقول لك صباح الخير، صباح الفل. وسعدنا جدا ان يكون حضرتك من ضيوفنا الاول اللي شرفونا في اول حلقه في الموسم الجديد في برنامجنا، وبنشكرك جدا على المعلومات دي جدا. وجماعه بندعو الناس كلها، كل من عنده مشاكل في اسنانه يزور عيادات بوكا، عياده الدكتور حضرتك. يا ريت تعرفينا برضو بالعياده بتاعت اسم العياده بتاعت حضرتك. العيادة اسمها بوكا في التجمع الخامس. عيادات بوكا يا جماعه في التجمع الخامس، الدكتوره مينيرفا مكرم. يا ريت تقولنا العنوان بالتفصيل عشان الساده المشاهدين. تمام، هو في التجمع الخامس، الحي الاول، شارع 12، مول اسمه كور. تمام يا جماعه، بنشكر الدكتوره مينيرفا مكرم، بالتوفيق دايما يا فندم، ميرسي، ربنا يخليك. وهنطلع فاصل وراجعين انتظرونا.